مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 72، وعنوان حلقتنا الحويني يرد على التفويض الوهابي. شفنا في الحلقة اللي فاتت حديث خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. الشيخ البراق نقل كلام الشافعي: آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وأمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. كلام ده معناه إن الشيخ البراق بيفوض، ومعروف إن ولاد الحنبلة الوهابية بيكفروا اللي بيفوضوا صفات الله أو يأولوها. وفي حلقة النهاردة نرجع مرة تانية لمجلة الأزهر اللي فعلا قالت النقطة دي صراحة، ونشوف مع بعض على الشاشة. والخلاصة إنه يجب تنزيه ذاته تعالى وصفته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. يعني أفضل شيء هو التفويض، اللي ما يفوضش صفات الله قطعا هيجسم ويشبه، ودي تعتبر قلة أدب مع الله. ونشوف مع بعض الشيخ الأشعري أشرف المكاوي هيقول لنا إيه المفروض يعني نعمله علشان أكون مؤدب مع الله في الفيديو اللي جاي. إنما الأدب يقتضي إن أنا أعمل إيه؟ أقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وهو أعلم به، آمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وهو إيه؟ أعلم به. وامشي امشي يا جدع، توقفش. والأدب زي ما أنتوا شفتوا كده الشيخ الأشعري، إنك تفاوض وتقول آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وهو أعلم به، وآمنت بما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله وهو أعلم به. وده نفس الكلام اللي نقل الشيخ البراق عن الشافعي لما قال الرسول إن لله حق يعني وسط أو قصر في الحديث. شوفوا معايا عن النبي قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. راح الشيخ البراق قال إيه: ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي رحمه الله: آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. ليه الشيخ البراق بيسميش الأشياء بمسمياتها ويقول إحنا نفوض معنى الحق لله؟ على فكرة اللي بيسمعوني ولاة الحنابلة الوهابية قدام الحديث ده بيفوضوا المعنى والكيفية، يعني بيقولوا الحق ملوش كيفية وملوش معنى، احنا بنفوض عشان نطلع من الاشكال ده. ونكمل مع الشيخ الاشعري الدكتور عبد القادر الحسين علشان نعرف ان غلاة الحنبلة الوهابية ازاي بيخدعوا عوام الوهابية. واللي يقوله الدكتور عبد القادر الحسين ده هتشوفوه يعني يعتبر فضيحة للوهابية من العيار التقيل، ونشوف مع بعض الفيديو. في اعتقادي أحمد للتميمي المتوفى سنة 410 صفحة 87 طبعة دار الكتب العلمية، يقول عن أحمد: وسئل قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات فقال: تمر كما جاءت ويؤمن بها ولا يرد منه شيء إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن تكلم في معناها ابتدع. من تكلم في معناها ابتدع. شفتوا يا عوام الوهابية؟ سمعتوا كلام الشيخ الأشعري الدكتور عبد القادر الحسين وهو بيتكلم بالمصادر ومن الكتب؟ ما جابش حاجة من عنده، نقل بكل أمانة عقيدة الإمام أحمد بن حنبل إنها عقيدة تفويض. ممكن في شيخ وهابي يقول: طيب إحنا لو سلمنا جدلا إن دي عقيدة الإمام أحمد، ممكن الإمام أحمد تبعنها أو ترك التفويض كمذهب؟ نقول له: يا وهابي، يا شيخ يا وهابي، شوف الفيديو مرة تانية، ومن فضلك بلاش تلبسه على المسلمين عقائد. في اعتقادي أحمد للتميمي المتوفى سنة 410 صفحة 87 طبعة دار الكتب العلمية، يقول عن أحمد: وسئل قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات فقال: تمر كما جاءت ويؤمن بها ولا يرد منه شيء إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن تكلم في معناها ابتدع. من تكلم في معناها ابتدع. زي ما شفت سؤال الإمام أحمد قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات فقال: تمر كما جاءت ويؤمن بها ولا يرد منها شيء إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا يوصف الله بأكثر
بأكثر بما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، ومن تكلم في معناها فقد ابتدع. يعني ده آخر عقيدة الإمام أحمد. يعني الإمام أحمد عمل تحديث لعقيدته قبل ما يموت بيوم واحد. سبحان الله، زي ما يكون كده حاسس إن ولاد الحنابلة هيشككوا في عقيدته اللي هي تفويض، ويقولوا طيب ممكن تبع عنها أو بدلها، يعني زي الكلام اللي إحنا إيه ممكن نسمعه. لاحظنا إن الإمام أحمد بيقول كلمة خطيرة جدا فعقدته اللي هي عقدة التفويض، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ومن تكلم في معناها فقد ابتدع، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، يعني أمرها كما جاءت على مراد الله. وزي ما شفنا الشيخ صالح العثيمي بينقل عن الإمام أحمد، ونشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. يقول في حديث لما خلق الله الرحم تعلقت بحقو الرحمن، هل نثبت لله صفة الحقو؟ سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن هذا فقال، عن هذا الحديث فقال يمضى الحديث كما جاء، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويجرده من اللوازم الباطلة. وطبعا قصده بالجملة دي فإن العبد يثبته كما جاء في حديث النبي ويجرده من اللوازم الباطلة. وكلمة ويجرده من اللوازم الباطلة، أنا بسأل إيه اللوازم للحديث ده؟ شوفوا معايا الحديث عن النبي، طبعا خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن. طبعا اللازم الوحيد لجملة فأخذت بحق الرحمن إن لله حق حقيقي، يعني لله وسط حقيقي أو خسر حقيقي. يعني يا وحبية المفروض انكم تقولوا للأشاعرة ناخد النص على ظاهره وبمعناه الحقيقي، يعني ظاهر النص ان لله حقه يعني خسر او وسط، اذا نثبت لله وسطا او خسرا كما يليق بجلاله. ليه التلاعب بالدين يا وهابية؟ الوقت اللي يعجبكم النص ومرتاحين معاه تقولوا ناخده على ظاهره بمعناه الحقيقي كما يليق بالله، والوقت اللي انتم مش عاوزين تاخدوا على ظاهره بتفوضوا النص من غير ما تقول احنا بنفوض، وتكذبوا على الأئمة زي الإمام الشافعي والإمام أحمد. ده التفويض شر من التعطيل، زي ما بيقول أسد السنة الشيخ الحويني. وخلينا نشوف الفيديو اللي جاي مع بعض. التفويض شر من التعطيل، خلي بالك من الكلام ده لأنه كلام غالي. التفويض شر من التعطيل، لأن التعطيل ممكن ترده. هلا واحد يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولا يتخذ إبراهيم خليلا، ده ترد عليه عدل بالقرآن، وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، إزاي تقول هذا الكلام؟ المعطل يعني إيه ممكن تعرف ترد عليه، إنما المفوض بيلعب بالألفاظ. وزي ما شفنا الشيخ الحويني بيقول التفويض شر من التعطيل، لأن المعطل ممكن ترد عليه، يعني اللي يقول إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ممكن ترد عليه بالقرآن وتقول له وكلم الله موسى تكليما واتخذ الله إبراهيم خليلا، لكن المفوض بيلعب بالألفاظ. وبرضه زي ما قال الشيخ الحويني أقدر أرد عليكم بنفس الطريقة اللي شرحها الشيخ الحويني، يعني اللي يقول الله ما كلمش موسى بكلام حقيقي أقول له القرآن قال وكلم الله موسى تكليما، واللي يقول ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا يعني مش خليل حقيقي اقول له القران بيقول واتخذ الله ابراهيم خليلا، واللي يقول ان الله ملوش حق ويعني ملوش وسط او خسر اقول له برضه ان الرسول قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن، يعني الله له حق حقيقي. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. شفنا في حلقة النهاردة في مجلة الأزهر أفضل شيء هو التفويض، وإيه اللي ما يفوضش صفات الله قطعا هيجسم ويشبه، ودي تعتبر قلة أدب مع الله. والشيخ الأشعري أشرف المكاوي قال إن الأدب يقتضي إنك تفوض وتقول أمنت بما جاء عن الله عن مراد الله وهو أعلم به، وأمنت بما جاء عن رسول الله عن مراد رسول الله وهو أعلم به. وكانت المفاجأة إن الشيخ البراق وطبعا هو سلفي لما جاء عند حديث خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن، قال بالتفويض بطريقة غير مباشرة، ونقل لنا كلام الشافعي وراح قال لنا كده إيه، ومن خير ما يقال في هذا المقام قول الشافعي رحمه الله أمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله
وأمنت برسول الله بما جاء رسول الله عن رسول الله. وشفنا الشيخ عبد القادر الحسين نقل لنا إن الإمام أحمد قبل موته بيوم قال عن أحاديث الصفات، فراح قال تمر كما جاءت ويؤمن بها ولا يرد منها شيء. إذا كانت بأسانيد صحة ولا يوصف الله بأكثر بما وصف به نفسه، بلا حد ولا غاية وليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومن تكلم في معناها فهو ابتدع. وكل ده معناه حاجة واحدة اللي هو التفويض، اللي الحويني أكد إنه شر من التعطيل. متابعوني في الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر.